كابتن حسن، احنا بعد ما تشوف الصور التكريم دي بتسيب كل التكريمات دي كلها، انت لما بتشوفها بتحس بايه او ثابت جواك ايه؟ والله انا حتة التكريم ديت يمكن طبعا لما حد بيكرمني او ببقى سعيد، بسعيد ان في ناس لسه بتكرم حسن، و مش عارف اقول ايه يعني، عارف ازاي يعني، سعاده من القلب يعني. الناس دي ناس، انت اولا حسيت ان انت عايز اقول لك حاجه بس مهمه قوي، اتفضل. انا عمري ما طلبت من حد حاجه يبقى فيه تكريم، ان هي بتيجي طبيعيه وتلقائيه كده. وتقديرا من الناس للكابتن حسن، عشان كده انا كمان بقدرهم جدا، الناس اللي هي عملت لي هذا الكلام، الحب ده، الحب في الله ده حاجه جميله قوي كمان يا كابتن. بقدرهم يعني وكده، وبعدين بيعملوه صح يعني، ايه بتلاقي معاهم داتا صح ويكلموا صح ويجيبوا ماضيك صح، واخد بالك ازاي؟ فاكر دي الصوره دي كلها كابتن؟ كده. دي فاكر طبعا، ديت كنا في افريقيا في اثيوبيا، وكنا خدنا ادوني ميدالية الذهبية، دي لازم مظبوط، الذهبية بتاعت نجمة الاستحقاق الذهبية. نجمة استحقاق الذهبية لاثيوبيا، وانا الوحيد اللي كنت مكرم في الجمعية العمومية لل 43 دولة، اللي هم الاتحاد الافريقي. 43 دولة الاتحاد الافريقي. فكان عيسى حياته رئيس الاتحاد في ذلك الوقت، فدي من حاجات طبعا اللي في التاريخ يعني علامة من العلامات المميزة، ان نعم، رئيس نادي الاتحاد الافريقي كرمه في جمعية الصورة دي عمومية مع وكده. أستاذ عيسى عيسى حياته حياته، ده كان في التكريم برضو يا كابتن، كان شخصية جميلة، عيسى قوي حياته كمان في نفس التكريم يا كابتن حسن. يا افتكرناه. انا فاكر طبعا، في نفس التكريم كان عنده جمعية عمومية، يعني عمل كان عنده جمعية عمومية وقال انت تكرم في جمعية عمومية، يعني ما عملش مثلا حاجة خاصة ولا حاجة، لا ده جاب كل 43 دولة وقال انا اكرمك وهم موجودين. فطبعا مش لما بتشوف الصور دي وبتشوف التكريمات دي كلها يا كابتن حسن، بتحس من جواك انك راضي عن كل حاجه عملتها؟ الحقيقة الحمد لله انا راضي عن الحاجات اللي عملتها، بس ما بشوفش الحاجات دي يعني من نادر يعني. النهارده بترجعني بذاكرة جميلة جدا في حياتي، نعم، انا ما بشوفهاش، احنا اقل حاجه نعملها لك يا كابتن لكن حسن. انا يعني اللي بيبسطني اكتر معاملات الناس الحقيقه يعني. انا بعمل ناس كويس طبعا الحمد لله، لكن ردود الفعل في التعاملات بتبقى معايا جميله يعني. انت حسيت ان انت عملت كل حاجه يا كابتن؟ انا راضي عن نفسي، راضي. الراجل دي راضي على ان انا كنت في النادي الاهلي وما عملته للنادي، راضي عن ان انا كنت في الاهرام، بس خلي بالك قطاعين كبار جدا النادي الاهلي والاهرام، وفي نفس الوقت وقت واحد الاثنين، فكان عندك مسؤوليه كبيره. وبعدين كنت لسه متجوز طبعا، عندي مسؤوليه البيت والمدام والولاد بعد كده اهوت، فكان كل ده موجود في وقت واحد. كابتن فكنت حسن حمدي الحقيقه نجح بنسبة كام في المية من المشوار الطويل، سواء في النادي الأهلي هو لعيب أو مدير كرة أو رئيس، أو لحد ما وصلت لرئيس مجلس إدارة ووصلت وكالة الأهرام ترايس طه، أنت من جواك كده حققت بنسبة قد إيه؟ ما اقدرش اقول حققت حاجه، الناس اللي هي تقدر مش انا. أنت راضي من جواك باللي انا أنت راضي كذا مره بقول لك انا راضي عن حياتي اللي هي سواء عمليه، وربنا كرمني كمان في البيت الحقيقه، المدام عندي ربنا ست يخليها لك جميله، مدام نادية، دي ست جميلة، والولاد طبعا والاحفاد، وتيمور طبعا وشهناز، وعندي شاهناز وعندي تيمور وعندي احفاد بقى، ما يعني ما هي الفقرة فدي دي حياه هنتكلم جميله فيها دي يعني. بقى بالتسلسل كده مع على الأسرة الكريمة كده، وهنشوف إذا كان في وزير دفاع جديد هيطلع في الأسرة دي ولا إيه، هنشوف الكلام ده كله. إحنا لسه عندنا محطات كتيرة يا كابتن حسن، أنا زي ما بقول لك كل ما بخلص ورقة ألاقيها تطلع مرة تاني بأسئلة تانية. احنا هناخد فاصل كده عشان تشرب حاجة كده ونريحك شوية ونرجع نكمل بقية حوارنا.